قرر الفنان تامر عبد المنعم انه يقابل وزير الثقافه السيد حلمي النمنم، وده بسبب ازمه فيلمه الاخير المشخصاتي 2 واللي اعترضت عليه الرقابه بسبب تناوله لشخصيات بعينها في نظام الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال تامر انه واثق من تفاهم وزير الثقافه للموضوع، وان الوزير مش هيقبل يكون في افلام ممنوعه خلال وجوده في الوزاره.